خلصت تجارة واقتصاد، عملت اختصاص تسويق وإدارة أعمال. يعني أنا بسوق منتجات لشركات عالمية وبيطلع لي نسبة على البيع. أيوة، معناتها بتسافر كتير. كل شهر شهرين بسافر لي سفرة. أنا شايف أوروبا كلياتها، جنوب شرق آسيا، ماليزيا، الفلبين، كوريا، كلياتهم هدول شايفهم. شغلي هيك بيتطلب. حلو السفر معي، حلو. إيه والله يا عبد الحليم، ما في أحلى من السفر. يعني شو بدي أحكي لك؟ لا أحكي لك، بتشوف بلاد أشكال ألوان، بتشوف بشر، عالم، جبال، وديان، غابات، جزر، شطان بتاخد العقل. يعني بالنهاية السفر متعة كبيرة. صحيح أنت ليه ما بتسافر معي؟ أنا؟ إيه أنت؟ لو ما بدي سافر معك؟ أنت لوين بتحب تسافر؟ ما بعرف ديلا، بالنسبة لي يعني بحب سافر على بلدان كتير. هاي دول اللي قلت عنها هدول، بس أنا بحب أروح على إسبانيا، بيقولوا حلوة كتير، هيك قالوا لي، ما بعرف. إيه والله يا عبد الحليم، حلوة كتير كتير. أنا زرتها مرتين وكل مرة بشوف أحلى من التاني. إيه، ودخلك أنت شو متكلف السفرة؟ أنت اعتمد ولا يهمك، هالمرة خليها على حسابي. لا شو شو خليها على حسابك؟ لا بالله قديش بتكلف السفرة؟ يعني إذا بدك تروح بالقطار شغلة 10,000 ورقة مو أكتر. حلو حلو كتير، خلص بس دبر المصاري بحاكيك بقلنا. لعيونك عبد، أنا جاهز بأي وقت.